حلو موضوع القصيد، هي الناس اللي تكسر الجدال بدون فائدة. صح. يقول هاكم ما معي واعذروني في القصور، ودي بشي اليوم أقوله لكم يوفيني وفاه. الشعر طير في السماء والقدر تاويها صدور، والناس من خلقة تجاد النوب حتى في الصلاة، واللي زكي كلمته بالعرف في كل الأمور، هذا خله لو تمادى لا تنغص لعشاه. الفكر يبطي في الخيال اما وقف ولا يدور، حتى يكون شيء يلفت للسموع الانتباه. النقش يبقى ما بقت في حاله صم الصخور، والرمل تدرى هالهباء في صباحيه ومساه، والشمس تبرح للنظر والليل ستار ووقور، والنجم للساري دليله ومتكن في سماه، والعقل يعتمها الجهل والعلم للعتام نور، والهل لو انه طويل بين اللي والهل لو انه طويل يبين اللي من وراه خسران من سراه، والله سرح حبه الظهور، ترى الظهور ما قويته خسرك وجهها، وجاه بعض التجاير في يدين اصحابها والله تبور، وبعض التجاير في يدين اصحابها والله غناه. ما في شيء سهل لا تنغر في هرج، ما في شيء سهل لا تنغر في هرج مغرور. بعض العلوم قال للي قالها مالك لواه، بعض العلوم قال للي قالها مالك لواه، بعد النظر والعلم يرقى بك ويقطع بك بحور. ما هو بكلمة من هذاه وكلمتين من هذاه، وكثر الجدال اما هدم، ما هو بان لك قصور، وشمحت الرزق على منهول هالبيرة وغطاها الصوت لا منه علي، اكيد راعيها معسور، واللي بلية ثبت صيحة فل في فلاه. لا تندفع ولا كتب تكتب على نصف اسطور، ترى الكتابة فن والحرص لك سترة نجاح، واللي حضر تحضر وميز وش يقولون الحضور، حضور كم ميدان هيك ومن تتاخذ براه. سلامت. الله 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 الله، وش محرق الرزق. ايوه وش محرق الرزق.